السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده بنتكلم مع بعض ازاي تعمل استرجاع لرسائل الواتساب بشكل يدوي. في كذا طريقة علشان ترجع الواتساب رسائل الواتساب، بس انا اقولك على طريقة النهاردة مختلفة تماما. الطريقة دي يا ريت انت تعملها حتى لو الرسائل موجودة عندك، انك بس بتحفظ البيانات بتاع الداتا للواتساب نفسه. انا في شروحات قبل كده قلتلك ازاي ترجع الواتساب عن طريق الدرايف وعن طريق كمان حساب الجيميل. دلوقتي المرة دي انا هقولك ازاي تعمل استرجاع الحسابات او البيانات بتاعتك من خلال ذاكرة الهاتف نفسه. دلوقتي انا بضغط على اللي هو بفتح مدير الملفات هنا، بعد كده بروح هنا عندي على الهاتف، بعد كده انا بفتح حاجة عندي هنا اسمها الاندرويد، بروح ادور على الاندرويد هنا. عندك هنا حاجة اسمها الداتا، بتدور على حاجة هنا اللي هو الواتساب، بتدور على الواتساب عندك اللي هو ده والكاش ده. هنا أهم حاجة ده الملفين دول، هما دول الرسايل أو المحادثات اللي عندك على الواتساب. من فضلك حاول تحفظهم عندك علشان تقدر تعمل استرجاع الواتساب تاني لما تيجي تحذف الرسايل. دي الطريقة الوحيدة اليدوية اللي تقدر تعمل بها استرجاع الرسايل. لكن لو جيت رجعت للحساب أو رجعت ل ذاكرة الجهاز نفسها، بتنزل تحت شوية هنا برضو بتلاقي حاجة عندك هنا اسمها الواتساب، بتضغط عليها وتروح على حاجة اسمها بيك أبس. دي كل برضو الرسائل اللي موجودة عندك، دي آخر رسائل اللي عندي بقدر أنزلها عندي على الجهاز أو بعمل لها نسخ احتياطي أو استرجاع من خلال ملفات استرجاع الملفات المحذوفة، واللي هتلاقيها برضو موجود في الوصف عندك أو في التعليقات. في تطبيقات موجودة على جوجل بلاي، بس انا هقترح عليك افضل تطبيق هتلاقيه موجود برضو في التعليقات، ازاي تعمل استرجاع للملفات المحذوفة، الملفات اللي هي زي دي، الداتابيس والميديا والبيك ابس اللي هي اهم حاجة عندك في الجهاز. دي الطريقة اليدوية، لكن الباقي اللي هو تقدر تنزله من على درايف او تنزله من على حساب الجيميل هو موجود في الوصف عندك، تقدر تدخل عليه وتتفرج وتتابع الشرح.